أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الخاصة بتطورات العدوان الصهيوني على لبنان الذي يصل يومه الثالث. لمتابعة التطورات والتبعات كذلك معي من بيروت عبر الهاتف نبيل المقدم المحلل السياسي، أهلا وسهلا بكم. وبقناتكم الكريمة. طيب، يوم ثالث يعج بالعدوان بالأرقام الجديدة بالتطورات، كيف تتابع وترصد المشهد، مشهد العدوان الذي يتواصل على لبنان ليومه الثالث؟ يعني باعتقادنا نتنياهو شعر بتعقد المشهد أكثر، فكان أن لجأ إلى سياسة توسيع الحرب، وفي اعتقاده أن الرد الرادع من حزب الله أو من إيران أو محور المقاومة سيعقبه حتما تدخلا امريكيا لحمايه حليفتها. اسرائيل تحاول ان تبحث اليوم عن اتصال استراتيجي، ويبدو واضحا انها لم تحصل عليه، فما جرى اليوم وقبل يوم وقبله بالامس من استهداف منطقه بعيده المدى داخل فلسطين المحتله بصواريخ اثبت ان المقاومه تمتلك قدرات كبيره لم تستخدم منها حتى الآن إلا الجزء اليسير، وهي أصلا كانت يعني قد جهزت نفسها للمعركة الكبرى، وهي ولذلك أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تستطيع إضعاف حزب الله وهزيمته وإجباره بالقبول، إجباره على القبول بالتراجع كما تريد حتى حدود الليطاني، وهذا مما يعني، وهذا يعني أنهم يبحثون عن انتصار سهل وغير مكلف، ولكن في نفس الوقت لأن الجميع يعلم أن هذا مستحيل ولن يحصل مهما بلغت الضغوطات السياسية والعسكرية. طيب نبيل المقدم، حين نتحدث عن العدوان الصهيوني على لبنان نتحدث في المقابل عن حزب الله اللبناني الذي أكد وأعلن ولأول مرة استهداف قيادة جهاز الاستخبارات الخارجي الصهيوني بصاروخ باليستي من نوع قادر واحد. كيف تقرأ هذا التطور في إطار معركة الحساب المفتوح التي يتحدث عنها حزب الله؟ يعني قبل الحديث عن ما حدث اليوم يجب أن نعود قليلا إلى الوراء، عندما كشف حزب الله عن منشأة استراتيجية عنوانها عماد 4، وهي قاعدة ضمن مجموعة قواعد صاروخية مخبأة في بواطن الجبال تضم آلاف الصواريخ البعيدة المدى ومجهزة بفتحات إطلاق، حيث تتحرك الراجمات الصاروخية داخل الأنفاق بأمان ووصولا إلى الفتحات لتنفيذ رماياتها. وهذه القاعدة مجهزة كما تبين بغرفة عمليات وقيادة وسيطرة ونظام اتصالات خاص مرتبط بالقيادة العليا ومخازن للصواريخ والذخيرة ومرافق أدوية وأغذية ومنامل للمقاتلين وغيره. يعني هذا ماذا يعني؟ فإذا إن الضربة التي تلقاها اليوم كيان العدو بصاروخ باليستي لا شك أنها أحدثت خضة سياسية ونفسية واسعة، ووضعت العدو أمام واقع استحالة تحقيق هدفه بعودة المهجرين الشمال بالقوة العسكرية، بل إنه اليوم أصبح عليه أن يكمل استعداداته لاستقبال المزيد من المهجرين من مستوطني الأراضي المحتلة، وهذا ما يمكن أن نستشفه من تقييمات وتعليقات خبراء عسكريين ومعلقين صهاينة داخل كيان العدو وخارجه. طيب نبيل المقدم، بالحديث عن رد حزب الله نتحدث عن الأسلحة المستخدمة التي أعلنت عنها أو أعلن عنها حزب الله، نتحدث عن فادي 1 و2 وفادي 3 وأخيرا صاروخ باليستي من نوع قادر واحد. هذا الزخم من الأسلحة المستخدمة هل يصنع مشهدا جديدا من الرد والرد المضاد برأيك؟ يعني هو قبل ان نتحدث عن الرد، هو اكيد يعني دعنا يعني هذا المشهد دعنا نقول كيف سيصرف بالسياسه. نعم، اعتقد ان هذا المشهد بالدرجه الاولى سيزيد من اقتناع الولايات المتحده بوجوب عدم تطور الصراع المحتدم بين اسرائيل ومحور المقاومه الى حرب شامله، الامر الذي يهدد
الأمر الذي يهدد مصالح أمريكا كما وجود إسرائيل. كما أن اليوم هذه الضربة ستؤدي حكما إلى تزايد معارضة الإسرائيلي لحكومة بنيامين نتنياهو، مما يساعد حكومة بايدن على الضغط عليه ببغية الموافقة عائلية لوقف إطلاق النار تفاديا لحرب مفتوحة. ولكن السؤال هو، هل يؤدي كل ذلك إلى حمل نتنياهو على تغيير أو تعديل سلوكياته العدوانية؟ برأيي كلا، مما سيجعل المقاومة تلجأ أيضا في المستقبل إلى أساليب أكثر تطورا ما زالت تخبئها، وهي تحمل المزيد من الفاعلية القتالية في مختلف الساحات، وستؤدي حكما إلى مزيد من إرهاق كيان العدو وصولا إلى انهياره في مرحلة لاحقة. طيب، كذلك نبيل المقدم، نتحدث عما أعلن عنها أو أعلنت عنها قوات الاحتلال عن قرار بتجنيد لواءي احتياط للقيام بما تصفه بمهام عملياتية في القطاع الشمالي. هذا يأخذنا للحديث عن التطورات وحرب الإبادة في غزة، حين تم إعادة العديد من الألوية في القطاع. هل كان الاحتلال ينتظر ويمهد لهذا العدوان على لبنان بعد حرب استمرت قرابة السنة في غزة؟ يعني دعني أقول لك إن إسرائيل دائما لديها مشاريع وخطط جاهزة، وهي تنتظر اللحظة المناسبة لتنفيذها. طبعا إن إسرائيل اليوم عندها هناك مشروع إسرائيلي بإضعاف حزب الله وإضعاف حماس، وتمهيدا لتحقيق مشروع إسرائيلي استراتيجي في إقامة يعني مشروع الشرق الأوسط، مشروع الشرق الأوسط الكبير. وهذا اليوم هو ماذا يحدث، ما يحدث اليوم. لذلك أعتقد أن إسرائيل اليوم بسلوكياتها العدوانية فشلت تحقيق المشروع، وهي لن تجني أكثر مما جنته في غزة، وهي في الحد الأقصى ستجد نفسها في حرب استنزاف. طيب، تفضل بالبقاء معي نبيل المقدم. نشير مشاهدينا إلى آخر الأرقام والإحصائيات التي تفرزها وزارة الصحة العامة اللبنانية خلال الساعات الماضية، حيث ارتفعت حصيلة شهداء بنت جبيل إلى أربعة شهداء وثلاثة جرحى في مارون الرأس، وكذلك في عيناتا، وكذلك في حصيلة أخرى لوزارة الصحة العامة اللبنانية ترتفع حصيلة الغارات المتتالية على بعلبك الهرمل إلى 4 شهداء و38 جريحا، وكذلك في حصيلة ثالثة لغارة الاحتلال الصهيوني على تبنين شهيدان و27 جريحا منذ بدء العدوان على هذه المنطقة تحديدا. نبيل المقدم، حين بدأ العدوان قبل 3 أيام كان يتركز على المناطق الجنوبية بصفة خاصة، لكن يبدو أنه بمرور الساعات العدوان والغارات تشمل مناطق أخرى غير الجنوب، كيف ترى هذا التطور؟ يعني لا شك أنه تعبير عن فشل إسرائيلي استراتيجي، وأن إسرائيل تسير في المعركة بلا أفق، وهي بعد أن فشلت منذ اليوم الأول في تحقيق هدفها في ضرب يعني منظومة الصواريخ البعيدة المدى للمقاومة بحزب الله، لجأت كالعادة كما فعلت في غزة إلى سياسة الإجرام والقتل العشوائي للمدنيين، علها في ذلك تستطيع أن تخلق حالة من الضغط داخل المجتمع اللبناني يعني يجبر حزب الله على التراجع أو على التسليم بالشروط الإسرائيلية. ولكن الذي حدث أن إسرائيل خاب ظنها في هذا الموضوع، نظرا لحالة التضامن الوطني الذي شهدها المجتمع اللبناني برمته من استقبال النازحين واحتضانهم في المدارس وفي المجمعات وحتى في البيوت. وهذه اللحمة الوطنية هي السلاح الأمضى عند اللبنانيين، والذي يوازي في قدرته السلاح العسكري.
ولذلك اعتقد ان ما حدث اليوم هذا القتل العشوائي وهذه يعني 580 شهيد مدني خلال يومين على ولم وعلى هذا ماذا يدل؟ يدل على جنون اسرائيلي وعلى ان اسرائيل تسير في هذه الحرب بلا افق، وهي تبحث عن انتصار على اشلاء المدنيين. طيب نبيل المقدم، كذلك نشير الى مطالبة قوات الاحتلال الصهيوني سكان قرى جنوب لبنان بعدم العودة الى منازلهم حتى اشعار اخر بسبب استمرار الغارات. هل نفهم من هذا بان هذا العدوان سيتواصل لأيام إضافية بعد ثلاثة أيام مليئة بالقصف والدمار في لبنان؟ يعني نعم، إسرائيل تحاول من خلال ذلك خلق معادلة اسمها العودة مقابل العودة، بمعنى عودة سكان الجنوب مقابل عودة مستوطني الشمال. ولكن في خطابه الذي كان قبل الحرب أثر جريمة تفضيل البيجر واللاسلكي والذي أعلنه السيد حسن نصر الله عندما قام بشكل حاسم بوضع حد للأحلام الإسرائيلية. طيب. تفضل. نعم تفضل بالبقاء معي من نبيل المقدم المحلل السياسي من بيروت. معنا الآن من الجزائر عبر سكايب الدكتور عمر صيغة أستاذ العلوم السياسية، أهلا وسهلا بكم. تحية لك يا مصطفى ولضيفيك الكريمين ولكل مشاهدي القناة. طيب دكتور عمر صيغة، نتحدث عن العدوان الصهيوني الذي تواصل اليوم الثالث، العديد من أو عدد كبير من الشهداء يستشهدون في مناطق بلبنان، وأيضا هناك مطالبة بمغادرة أو عدم العودة إلى الجنوب حتى إشعار آخر من طرف الاحتلال. هل يعاد مصطلح العودة مقابل العودة مثل ما حدث في غزة برأيك؟ لا نعتقد ذلك، طالما حكومة الكيان الصهيوني ماضية في إجرامها. الآن حكومة الكيان الصهيوني تحاول نقل الصراع من غزة إلى العمق اللبناني، وباعتقادنا أن العملية الهمجية التي قادها جهاز الاستخبارات الصهيونية من خلال تفجيرات أجهزة البجر والتي طالت أكثر من 560 ضحية في العمق اللبناني وفي الضاحية اللبنانية بالذات، وهذا في حد ذاته يعتبر يعني مؤشرا خطيرا على انتقال مستويات الصراع. وباعتقادنا أن هذه المناورة تحاول من ورائها الكيان الصهيوني إلى نقل الإعلام والصورة الإعلامية من ما يقع في غزة وإلى العمق اللبناني، بما يشبه حالة التمرس الإعلامي من الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة. كما باعتقادنا أن تلك مساعي أخرى للكيان الصهيوني إلى محاولة بتر العلاقة بين العمق الشعبي اللبناني وحركة المقاومة هناك، على اعتبار أن امتدادات العلاقة قوية بين الشعب اللبناني وبين المقاومة هي قوية وذات بعد ضارب في العمق، عمق المقاومة وتاريخ المقاومة في لبنان. كما باعتقادنا أن سياسة التهجير هذه ضمن السياسات التقليدية للكيان الصهيوني، فهو دوما يحاول ضرب الأماكن التي يتواجد فيها مدنيون عزل كذلك، ويحاول كذلك اللعب دوما على وتر التهجير، وذلك لخلق بؤرة اجتماعية، بؤرة لا أمن ولا استقرار بالنسبة إلى ما يضطر هؤلاء اللاجئين إلى الإقامة في مخيمات بمحاذاة الحدود السورية على وجه الخصوص. طيب دكتور عمر صيغة، برأيك هل يبحث الكيان عن إحداث شرخ في العلاقة بين المواطن اللبناني والمقاومة في بلاده مثل ما حاول في غزة بين الفلسطينيين والمقاومة في فلسطين خلال قرابة سنة من الزمن؟ طبعا نحن نعلم وندرك ان طبيعه العلاقه القويه الموجوده بين الجبهه الشعبيه وكذلك المقاومه في سواء في قطاع غزه او في لبنان هي كما قلنا ضاربه في العمق التاريخي، نظرا للامتداد وللعلاقه الموجوده، هذه العلاقه التي هي علاقه تكامل، علاقه المقاومه يعني تتاتى قوتها من القوى الشعبيه الداخليه، وباعتقادنا ان هذه المناوره يحاول من ورائها الكيان الصهيوني الى
إلى ضرب قطيعة بين المواطن وبين المقاومة، وهذا ما لا ربما لن يصل إليه الكيان الصهيوني، علما أن هذا المعتقد أو العقيدة المقاومتية راسخة لدى سواء المواطن الفلسطيني أو المواطن اللبناني على حد سواء. وباعتقادنا أن الكيان الصهيوني لن ينجح في ذلك، طالما أن هناك يعني همزية في التقتيل، همزية في العدوان، وكذلك ضرب لا متناهي للعمق اللبناني، وكذلك العمق في قطاع غزة، نظرا كذلك لحالة التشويش الأمني التي يعيشها الكيان الصهيوني من خلال حالة الأمن والاستقرار في الشمال، في شمال الأراضي المحتلة الفلسطينية، علما أن حركة المقاومة في لبنان قد دكت معاقل الجيش الصهيوني في شمال الأراضي المحتلة الفلسطينية، وكذلك دكت حتى المستوطنات هناك، كيف لا واليوم نشهد عملية نوعية لحزب الله والذي ضرب بصاروخ باليستي ضواحي تل أبيب، وهذا في حد ذاته يعتبر رسالة واضحة بأن الند بالند، هناك مبدأ الندية في 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 رد كل العدوان. طيب، وحتى في نوعية الهدف المستهدف، مقر قيادة جهاز الاستخبارات الخارجي الصهيوني كذلك. طبعا طبعا، وهذا في حد ذاته يعتبر مؤشر قوي على أن حزب الله هذه المرة قد استطاع الوصول إلى تل أبيب، تل أبيب التي حسب ربما المعطيات هي من بين المدن الأكثر أمانا في العالم، نظرا للطبيعة الاستخباراتية، طابع ربما حتى الحصون التي العسكرية التي تحيط بها، وهذا في حد ذاته يعتبر كذلك مؤشر قوي على أن هناك رسالة يبرق بها حزب الله إلى الكيان الصهيوني بأننا قادرون على الوصول إلى العمق الصهيوني، وكيف لا حتى إلى أعتى جهاز استخبارات في العالم، وهو جهاز الموساد الذي تبنى العملية الأخيرة، عملية البيجرس التي تم تبنيها في العمق اللبناني. أعود إليك ضيفي من بيروت نبيل المقدم، المحلل السياسي. تمكن حزب الله من وصول صواريخه وحتى الباليستية منها إلى العمق الصهيوني، ما دلالته برأيك؟ يعني هناك ثلاث دلالات. أولا نوعية الهدف، والذي هي مركز الموساد الإسرائيلي لما يرمزه هذا الجهاز بالنسبة لكيان العدو، والذي دائما يحاول أن يصوت أنه جهاز جبار، يعني يستطيع الوصول إلى كل الأمكنة في العالم وتنفيذ عملياته. وكما قال ضيفك، الهدف الثاني هو تل أبيب بحد ذاتها، أي في العمق الإسرائيلي. وقد شهدنا فورا، يعني بساعات قليلة أو بأقل من ساعات قليلة، شهدنا كيف أعلن على وسائل الإعلام الإسرائيلي إن أكثر من مليون إسرائيلي دخلوا إلى الملاجئ، وهذا يدل على أن يعني على أن إسرائيل دخلت في مأزق، ودخلت في حرب استفزاز، ودخلت في حرب استفزاز مفتوحة. الرد، كل رد سيعقبه رد، وهكذا دواليك، والفشل سيكون فعلا، يعني إسرائيل دخلت، سيكون فشل، هناك فشل ذريع لإسرائيل في نهاية الأمر. فهي حاولت، يعني هي حاولت مع حزب الله ما حاولته في غزة، مع العلم أن حزب الله مع يعني مع العلم أن حزب الله هو أقوى بعشرات المرات من يعني كإمكانيات عسكرية، مع احترامنا الشديد إلى مقاتلي حماس، ولكن قدراته العسكرية تفوق بكثير قدرات حماس. فإذا كانت حماس قد نجحت في كل هذا الصمود الأسطوري والبطولي خلال عام من العدوان، فكيف بحزب الله؟ نعم. طيب، أعود مجددا إليك دكتور عمار صيغة. اليوم بين فلسطين المحتلة وغزة وبين لبنان المشهد قد يتشابه، عشرات الشهداء بصفة يومية، كيف تربط بين المشهدين في غزة وفي لبنان؟
باعتقادنا انه يعني الاسقاطات هي بعيده التشابه بين ما يقع في لبنان وما يقع ما هو واقع في قطاع غزه. نعتقد ان الجغرافيا كذلك تلعب دور هاما في هذا السياق، سيما وان يعني بعد العمليات عمليه القصف التي شنها طيران الصهيوني بعد عمليات 7 أكتوبر من العام الماضي الآن، وعملية الاكتساح البري ومحاولة اقتحام الأنفاق في قطاع غزة، الجغرافيا تختلف كثيرا على ما هو موجود. علما كذلك كما أشار الأستاذ أن ما يتمتع به حزب الله من 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 تكوين عسكري وكذلك من ترسانة عسكرية يجعل الكيان الصهيوني يراجع كثيرا أوراقه قبل خوض أي حرب مع مباشرة مع حزب الله الذي يعتبر الرقم ربما حركة المقاومة الرقم واحد في منطقة الشرق الأوسط. كذلك من جهة أخرى نعتقد أن السجال الموجود أو الصراع الموجود بين الكيان الصهيوني وحزب الله هو تكتيكي استخباراتي بدرجة كبرى، على اعتبار أن عملية البيجرز التي تبنتها جهاز الموساد هي استخباراتية بدرجة أكبر. كذلك بالنسبة للعملية التي قادها اليوم التي تبناها اليوم حزب الله من خلال قصف مقر جهاز الاستخبارات الموساد الصهيوني، هي كذلك عملية أمنية استخباراتية بحتة، وهي ذات رسائل استخباراتية بدرجة كبرى، وهي اختراق المنظومة الدفاعية المنظومة الأمنية وكذلك المنظومة الاستخباراتية للكيان الصهيوني التي لم تستطع حتى كشف طبيعة العملية وتوقيتها والجغرافيا التي استهدفها حزب الله. طيب دكتور عمر صيغة، إذا كان المشهدين بين غزة ولبنان لا يتشابهان على الأقل خلال الراهن، لكن حتى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اليوم الأول من العدوان تخوف من تحول لبنان إلى غزة أخرى، وهو نفس السياق الذي تماهى معه وزير الداخلية اللبناني الذي أمل بأن لا تتحول لبنان إلى غزة ثانية في ظل هذه التطورات. ومن السابق لأوانه حتى إن كان هناك نوع من المخاوف الدولية حيال تطورات الوضع في لبنان بعد ربما احتمالية وقوع حرب مباشرة بين الكيان الصهيوني وبين حزب الله، وباختلاف حتى السيناريوهات الصراع الموجودة التي حاول من خلالها الكيان الصهيوني إلى إضعاف الجهاز القيادي لحزب الله من خلال استهداف قياديين، من خلال استهداف قياديين في جيش الرضوان إلى غير ذلك، إلى محاولة حتى عزل نصر الله عن مشهد المقاومة في الشرق الأوسط، وهذا في حد ذاته يعتبر من السيناريوهات الفاشلة بالنسبة لبنيامين نتنياهو الذي قلنا أنه يحاول تشتيت المشهد الإعلامي عما يقع في قطاع غزة ونقل المشهد إلى لبنان، إلى المشهد اللبناني، وباعتبار أن كذلك أن ربما الجهوزية حركة عملية أو حالة الجهوزية التي يتمتع بها حزب الله الآن يعني تجعل الجيش الصهيوني يراجع كثيرا أوراقه قبل خوض أي مواجهة مباشرة. لا تعد هذه السجالات وهذه الصراعات سوى أن تكون في سياق استخباراتي، سياق أمني محدود. ضيفي من بيروت نبيل المقدم، التخوف من تحول لبنان إلى غزة أخرى تخوف منطقي أم مبالغ فيه بالنظر إلى تأكيد عديد المواقع الصهيونية نقلا عن قادة صهاينة بأن هناك تفكيرا لإدارة الحرب الصهيونية في اجتياح بري خلال الأيام القادمة؟ يعني دعني أقول لك، هنا يجب أن تبحث عن الأمريكي. الأمريكي سمح للعدو بحرب محدودة سقطها إجبار حزب الله القبول بحل سياسي يعيد مستوطني الشمال وفك الترابط بين جبهة الشمال وجبهة غزة. وفي هذا الإطار يمكن أن نتوقع أن الأمريكيين يتوقعوا، يعني من المؤكد أن الأمريكيين يخططون لهزيمة حزب الله ومعه هزيمة، مما يسمح لهم بتحقيق حلمهم بتغيير خريطة الشرق الأوسط. ولكن الولايات المتحدة تختلف مع إسرائيل يعني على توقيت الحرب وليس على الحرب نفسها، وإن كانت هي ترى
خطر، فيه خطر وجوديا، ولكن في نفس الوقت ان اسرائيل ان الولايات المتحده اليوم تدرك ان هناك استحاله في ان تذهب اسرائيل الى حرب بريه والتي ستكون فيها هزيمتها محققه. وطبعا هزيمه اسرائيل هي هزيمه للولايات المتحده، ولذلك تعمل الولايات المتحده اقله حتى الانتخابات الامريكيه، وانا اعتقد انها اكثر، تعمل على كبح جماح اسرائيل في الذهاب نحو جنون وفتح حرب محدوده تامل من خلالها في جر الولايات المتحده الى اتونيا. ولذلك اعتقد ان يعني باختصار الولايات المتحده غير راغبه في توسع الحرب لتكون حرب مفتوحه. أعود لك دكتور عمر صيغة بالحديث عن الولايات المتحدة، ما المسؤوليات الملقاة على عاتقها في ظل هذا العدوان الذي يمتد ويتمدد من غزة إلى لبنان، وأيضا بنظر إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي تحدث بأن الحل في لبنان أو حل إعادة المستوطنين في الشمال يكون عبر الحل السياسي وليس الحل العسكري؟ باعتقادنا أن مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية هي مسؤولية أخلاقية، مسؤولية قانونية أمام ما قدمته من دعم لا مشروط للكيان الصهيوني في باعتقادنا في أكبر عملية دعم منذ تاريخ نشأة الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط، وكذلك حتى بالنسبة لي حتى الدعم الدبلوماسي، على اعتبار أن سابقا خلال عهدة ترامب الذي اعترف بعاصمة الكيان الصهيوني القدس ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهي إشارة واضحة ودعم لا مشروط دبلوماسي للكيان الصهيوني، انتقالا إلى استعمال حق الفيتو في نقض العديد من القرارات ومن مشاريع القرارات لإيقاف الحرب والتقتيل في قطاع غزة، كلها مسؤوليات تاريخية تضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأمريكية الحافل بالدفاع اللامشروط والدعم اللامشروط على الكيان الصهيوني على اعتباره الحامي الرئيسي والراعي للمصالح الغربية هناك، وإشرافه المباشر على الجوسسة والاستخبارات على مختلف دول الشرق الأوسط حتى امتداداتها إلى العمق الإفريقي وحتى العمق الأسيوي، وكلها يعني قلنا هي مسؤولية تضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأمريكية. كما نعتقد كذلك أن هي ربما آمال الكيان الصهيوني الآن وعلى رأسه حكومة اليمين المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو هي معقودة على ما بعد الانتخابات الأمريكية القادمة، وطبيعة الإدارة التي ستقود المرحلة القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تراهن عليها كثيرا في مساعدة بنيامين نتنياهو على الإفلات القانوني والإفلات العقابي من تبعات الحرب والعدوان التي قادها على سكان العزل في قطاع غزة، جرائم الإنسانية والإبادة الجماعية والتهجير القسري، كلها ملفات قضائية ينتظرها بنيامين نتنياهو، كما ينتظر كثيرا من الملفات الفساد الاقتصادي وملفات عدم تسيير الاستراتيجي الحقيقي للحرب في قطاع غزة، والتي كبدت الكيان الصهيوني الكثير من الخسائر المادية والخسائر البشرية، وجعلت الشارع الصهيوني الآن ينضفض على بنيامين نتنياهو وعلى سياساته ويرفض رفضا قاطعا استمراره على قيادة حكومة اليمين المتطرفة، كما أن هناك كثير من الأصوات الإعلامية الناقدة لسياسات بنيامين نتنياهو والتي علقت عليه كثير من الفشل في تحقيق ولو ذرة نجاح أو ذرة نتائج إيجابية بالنسبة لمخططات الكيان جيش الكيان الصهيوني، وكذلك حتى فشله في نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة وإنهاء حكم حماس هناك. دكتور عمر صيغة وكذلك أستاذ نبيل مقدم تفضل بالبقاء معي، سأواصل النقاش معكما وتغطيتنا مستمرة بعد الفاصل.
متواصلون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة بالعدوان الصهيوني على لبنان الذي يتواصل ليومه الثالث تواليا. ويشاركني دائما في نقاش عبر سكايب من الجزائر الدكتور عمر صيغة أستاذ العلوم السياسية. أهلا وسهلا بكم دكتور صيغة مجددا. وكذلك معنا من بيروت المحلل السياسي نبيل المقدم عبر الهاتف. مرحبا بك مجددا. وأواصل معك أستاذ المقدم. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين صهاينة تقول بأن قرار التصعيد والعدوان على لبنان قوبل بمعارضة شديدة من كبار أو بعض كبار المسؤولين. هل يتعلق هذا كنموذج جالانت الذي ارتبط اسمه بقرار الإقالة من طرف نتنياهو بعد العديد من المواقع التي نشرت هذا الخبر، ثم سارع مكتب نتنياهو لنفي ذلك، بعدها بساعات فقط انطلق العدوان على لبنان؟ في الجوهر كل الكيان الإسرائيلي وكل قادة الكيان الإسرائيلي وخاصة اليمين المتطرف يؤيدون العدوان على إسرائيل. ما يختلفون عليه هو اللحظة والتوقيت. اليوم يعني في ظل فشل نتنياهو وتخبطه يحاول معارضوه استثمار اللحظة للتصويب عليه وإزاحته من منصبه وذلك عبر تصعيد المعارضة ودفع الجمهور الإسرائيلي الغاضب أصلا للضغط عليه لإيقاف الحرب سواء في غزة أو سواء في جنوب لبنان أو الضفة الغربية، وذلك تحت ضغط ذرائع أو تحت ضغط أمور كثيرة، منها الأسرى في الذين أسروا في عملية طوفان الأقصى ومهجري الشمال، واليوم أمر إضافي آخر هو وصول صواريخ حزب الله إلى عمق الكيان الصهيوني. طبعا كل هذه المحطات تحاول استثمارها المعارضة الإسرائيلية في سبيل التصويب على خصبها نتنياهو وحكومته. أما في الجوهر فإن كل الحكومات الإسرائيلية هي حكومات حرب. طيب، معي الآن من الخليل دكتور أحمد شديد الخبير في الشؤون الصهيونية. أهلا وسهلا بكم دكتور شديد. أهلا بك وبضيوفك الكرام وبالسادة المشاهدين. طيب دكتور شديد، لو نلج في عقلية الإدارة الصهيونية التي تشن وتعلن هذه الحرب على لبنان وتتواصل اليومها الثالث، ماذا سنجد في المقابل؟ نعم أشكرك. يعني قد يكون هذا السؤال الأهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 8 و7 من أكتوبر الماضي، إن كان على لبنان الشقيق أو على الشعب الفلسطيني. هذا يأخذنا إلى خلفية من يحكم إسرائيل على الصعيدين الشخصي الفرداني المرتبط بشخص بنيامين نتنياهو وما والده عن والده بنتسيون بنسي نتنياهو، الذي عمل سكرتيرا بالمناسبة لدى زئيف جابوتنسكي أحد أهم منظري الحركة الصهيونية الحديث، والذي تقوم أفكاره على مسألة أن ما لا يأتي بقوة يأتي بمزيد من القوة، ويجب الإجماع العربي إلى السطو والسلطة اليهودية الصهيونية بين مزدوجين، وفكرة التعايش مع العربي بمساواة وغير منطقي، بل يجب أن يبقى العربي أقل بدرجات أمام الإسرائيلي من أجل أن يتحقق ما يعرف بالسلام الإسرائيلي، وهذا يعود إلى أكثر من 100 عام. وبالتالي بنيامين نتنياهو ورث هذه الأفكار وعبر عنها في كتاباته في كتاب تحت الشمس أو في مجموعة لقاءات وندوات قدمها للمجتمع الإسرائيلي والعالم. فيما يتعلق بالمنظومة بالفهم الجمعي والقراءة الجمعية للقيادة التي تحكم إسرائيل اليوم، هي حقيقة أقصى يمين اليمين الذي سبق وأنا عشته الحركة الصهيونية وإسرائيل منذ نشأتها في العام 1948، إذ أنها مكونة من مجموعة أحزاب في الجغرافيا الممتدة من ما بين غرب نهر الأردن وصولا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، هي قطعة هي منحت إلى الشعب اليهودي من الرب ويمنع وجود غير اليهود في تلك المنطقة. لا. حتى أي.
الذين حتى من أولئك الذين يتبعون ديانة غير المسيحية، وبالتالي الإسلامية عفوا، أي إخوان المسيحيين. وبالتالي نحن أمام عقلية إقصائية إجرامية تمارس نهج العصابات الأولى، شتيرن، أركون، إتسل، هاجنا، التي أسس على أركانها جيش الاحتلال، والنمط نمط الإبادة الجماعية الذي مورس في الحرب العالمية الثانية على يد الألمان ضد مجموعة فئات كما تذكر بعض التفاصيل. إذا نحن أمام عقلية إقصائية تعي تماما أن التعايش في المنطقة بشكل جمعي هو غير وارد، وأن أي طلقة أو أي بندقية موجودة في المنطقة تشكل خطرا وجوديا على الكيان الإسرائيلي. لذلك هناك سعيا إسرائيليا لإجهاد. نعم دكتور شديد، إضافة إلى وعد ما يعرف بالمقاومة اللبنانية في لبنان. دكتور شديد، حين تتحدث قوات الاحتلال قبل قليل بأنها مستمرة في ضرب حزب الله وتجريده من قدراته وبناه التحتية العسكرية، ألا يأخذون هذا إلى نفس الأهداف العسكرية المعلنة للاحتلال في غزة بضرب البنى التحتية لحماس والمقاومة عموما، لكن هذا الهدف لم يتحقق على مدار قرابة السنة؟ يعني هذا يأخذنا إلى ما قاله رئيس الأركان السابق ثم رئيس الاستخبارات العسكرية فقائد المنطقة الشمالية يائير كوخابي، الذي كانت آخر مهامه بالخدمة العسكرية قائد المنطقة الشمالية إلى الحدود الفلسطينية اللبنانية من الزاوية الشمالية، قال بأنه على المجتمع في لبنان، السكان في لبنان، أن يعوا تماما أن الحرب القادمة ستستهدف المدنيين وطلبهم بالمغادرة فورا ومنشآت الدولة اللبنانية، إذ أن الاستخبارات العسكرية أمان التي رئيسها يائير كوخابي لأكثر من 4 سنوات تعي تماما أن استهداف المقاومة اللبنانية والقضاء على قدرتها العسكرية بكافة تفاصيلها هو ضرب من الخيال. لذلك تذهب إسرائيل إلى قصف المنشآت المدنية في محاولة لمس الحاضنة الشعبية التي تحتضن المقاومة اللبنانية التي تتشكل منها المقاومة اللبنانية، إضافة إلى مسألة الطائفية ومحاولة الإسرائيلي اللعب على وترها من خلال ضرب بيئات معينة وإبقاء بيئات أخرى بمعزل عن الضرب والقصف والاستهداف. نعم. مسألة الوصول، وهنا اسمح لي، انطلاقا من ما قاله الاحتلال الإسرائيلي على مدى الأيام الأخيرة الماضية أن العمليات العسكرية التي تشن في الأسبوع الأخير على لبنان هي يجهز لها منذ 18 عاما، أي منذ بدء سريان وقف إطلاق النار إثر قرار مجلس الأمن رقم 1701 والذي أنا حرب تموز عام 2006. أعود لك مجددا دكتور عمار صيغة، ضيفي من الجزائر عبر سكايب. حين تتحدث قوات الاحتلال أيضا قبل قليل بأنها تدرس زيادة شدة ووتيرة الهجمات والقصف على لبنان، ماذا يعني ذلك في المقابل؟ باعتقادنا أن هذا يأتي ضمن سياقات الحرب النفسية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على جهاز المقاومة في لبنان، وهي مناورة أخرى ومحاولة لي ذراع المقاومة وفصل تلك العلاقة المتينة الموجودة بين حركة المقاومة في قطاع غزة وكذلك حزب الله حركة المقاومة في لبنان. ويدرك كثيرا مدى أهمية التنسيق الموجودة بين حزب الله وحركة المقاومة في قطاع غزة، وهذا ما ربما ما أثقل كاهل الجهاز الاستخباراتي والجيش الصهيوني على حد سواء، علما أن الجيش الكيان الصهيوني لم يستطع منذ بدء عمليات طوفان الأقصى تأمين شمال الأراضي المحتلة، وها هو الآن يعني يصطدم بعمليات نوعية أخرى لحزب الله في جنوب لبنان من خلال قصف المستوطنات في شمال القطاع، مما أدى إلى سكان الكيان الصهيوني والمستوطنات الصهيونية إلى النزوح نحو العمق داخل الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وفي كذلك في الأراضي المحتلة في فلسطين، وكلها يعني ضمن سياقات المناورات ومحاولة جر كذلك الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم هذه المناورة الجديدة وهذه المغامرة الجديدة التي
التي باعتقادنا أنها ستكون رصاصة الرحمة بالنسبة لبنيامين نتنياهو التي سيطلقها على نفسه شرعة في حرب مواجهة وحرب مباشرة مع حزب الله في لبنان. طيب أعود لك مجددا دكتور أحمد الشديد، لو نبحث في بنك الأهداف التي استهدفها الاحتلال منذ بدء العدوان على لبنان العديد من المستشفيات، في اليوم الأول المستشفى اللبناني الإيطالي، والثاني مستشفى بنت جبيل الحكومي، ثم مستشفى تبنين الحكومي اليوم، برأيك من فلسطين إلى لبنان هل يعيد الاحتلال الصهيوني حرب المستشفيات التي عمد على تنفيذها دون توقف في غزة؟ يعني بغض النظر عن التفاصيل إن كان المستهدف مدرسة أو بيوت إيواء للاجئين والنازحين أو المستشفيات، هي العقلية الصهيونية هي تمارس حقيقة بأن العقلية الصهيونية بالممارسة والسلوك عادت إلى ماضيها وعادت إلى سيرتها الأولى، سيرة العصابات التي وصلت بها درجة الإجرام إلى أن تقوم يعني بتفجير الحوامل وقتل الأجنة في بطون أمهاتهم. وبالتالي مسألة استهداف المستشفى، ولا نتحدث عن التجربة الفلسطينية، بل أنه في 17 من إبريل عام 1996 أقدمت قوات الاحتلال على قصف مدرسة في منطقة قانا في جنوب لبنان تتبع لوقف وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهي تأوي ناجحين من جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 120 لاجئا ما بين طفل وامرأة وشيخ. وبالتالي هذه العقلية الصهيونية، هذا هو الإجرام الإسرائيلي الذي يعيشه الشعبين الفلسطيني واللبناني واقعا، الذي سبق للأشقاء في مصر أن عاشوا في مدرسة بحر البقر عندما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة بحر البقر، أدت إلى استشهاد أكثر من 300 طفل. وبالتالي الإسرائيلي كل ما هو على الأرض هو مباح. ويسمح لي العودة مرة أخرى إلى نقطة ذكرها الناطق العسكري في لسان جيش الاحتلال، أن كل ما يتحرك في لبنان هو في دائرة الاستهداف، وسبق أن قدم عرضا لمباني مدنية قال بأنه قصفها، لم نقل أنه ادعى أنه قصفها، بل قال أنه قصفها وقدم التوثيق الإسرائيلي على ذلك. وبالتالي المستشفيات البنى التحتية نشاهد كيف في مخيم نور شمس ومدينة نور شمس في الضفة الغربية ومدينة جنين يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتجريف البنى التحتية الآن، وأنا أتحدث إليكم يحاصر مستشفى في مدينة جنين. إذن هي العقلية الصهيونية وإن اختلفت الجغرافيا والضحايا. معي الآن من تونس عبر الهاتف الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ البشير الجويني، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا. لعل الحديث يطول حين نتحدث عن تبعات ودلالات العدوان الصهيوني على لبنان، في مقابل كل هذا وهذه الأرقام والحصيلة، كيف تقيم تعامل المجتمع الدولي خلال الثلاث أيام الأخيرة مع ما يحدث في لبنان؟ طبعا المجتمع الدولي هذه مسألة أعتقد أنه تحرر منها في مرات سابقة، وحتى على منبركم تحدثنا إلى هذا النفاق الذي يشهده المجتمع الدولي والقيد بمكيالين ولغة القوة التي لا يفهمها إلا المجتمع الدولي. الآن أعتقد أنه ما يحدث سواء في قطاع غزة أو في لبنان أو ما قد يحدث في باقي جبهات المقاومة بمختلف جبهاتها يبين أنه هذا العدو خسر وإلى الأبد نظرية الردع إذا كان صح التعبير. نشوفه في سواء ما يحصل في تل أبيب، في بقية الأماكن، في الخيام، في جنوب لبنان، في سور، في كل هذه المحطات هناك خسارة غير قابلة للتعويض للكيان الصهيوني، على اعتبار أنه فقد هذه الردع، خاصة أنه داخل المعارضة الإسرائيلية وداخل يعني الطبقة السياسية الصهيونية هناك تباينات أصبحت تهدد التماسك داخل هذا الكيان، وتهدد يعني اصطفافه وراء مجرم الحرب نتنياهو وكابينة الحرب. الآن تقريبا أكثر من 700 شهيد في لبنان، هو في نهاية الأمر أعتقد أنه نحن أمام عدوان وهو حرب بالمعنى الحرفي للكلمة، رغم أنه معناها كل الأطراف تتجنب هذه التوصيف، ولكن في نهاية الأمر نحن عدوان على بلد ذو سيادة
أعتقد أنه ينقل النزاع والصراع إلى أبعاد أخرى تتضافر فيها كل يعني جبهات المقاومة، خاصة أنه تقريبا تحدث عن بنك أهداف يفوق 60 هدف تم استهدافه في لبنان. كل هذا يأتي مع صمت كما قلنا في بداية الحديث دولي وإقليمي أمام هذه الجرائم المتواصلة. أستاذ البشير الجويني، برأيك ما المسارات وما السياقات القانونية والأممية التي قد يمكن انتهاجها حتى تخفف وتوقف هذه المجازر وهذا العدوان الذي ينتقل إلى لبنان برأيك؟ لا شك أنه مزيد من التصعيد العسكري، مزيد من التصعيد الميداني ليس في صالح الكيان الصهيوني، وأعتقد أنه حتى خلفاء الكيان الصهيوني حتى الولايات المتحدة الحليف الأبرز على لسان بلينكن أفادت بأنه رجوع السكان في الشمال إلى الشمال الصهيوني شمال إسرائيل لن يكون عبر التصعيد وعبر الهجوم العسكري، سيكون حتما عبر التفاوض وعبر القنوات الدبلوماسية. نحن نشوف أنه حالة الخوف الكبير التي تنتاب المجتمع الإسرائيلي، حالة الخوف الكبير حتى تنتاب المجلس الوزاري الإسرائيلي كابينة الحرب اللي باش نعقد في قابو محصن في وزارة الدفاع، هذا طبعا إضافة إلى الخسائر الكبرى اللي همها خسائر ثقة المجتمع الإسرائيلي في هذا النظام في هذه الدولة، وتخلخل يعني السردية حول النظام الأقوى اللي قادر على حماية مواطنيه. كل هذا أعتقد أنه مهم جدا، خاصة أنه حزب الله وجبهات المقاومة تتصدى للطائرات ولكل المقاتلات المعادلة سواء في الحدود اللبنية أو في داخلها. نقول أنه مرة أخرى مهاجمة مختلف بنوك الأهداف اللي كما قلت وصلت لأكثر من حوالي 300 هدف يعني محدد في الأراضي اللبنانية لن يزيد إلا في تعقيد الوضع وفي خسائر الكيانسيين تحدث على أكثر من 2 مليون الآن على الحدود في الملاجئ أو قرب الملاجئ. كل هذا مهم جدا للتذكير به لأنه لن يساهم إلا في مزيد تعقيد الأمور سواء جنوب لبنان أو في غيرها من جبهات المقاومة. طيب أعود لك دكتور أحمد شديد ضيفي من الخليل، برأيك كيف سيكون أو كيف ستكون التطورات وماذا ستحمل خلال قادم الساعات، خاصة بعد التهديد بزيادة وتيرة وشن القصف بصورة أعنف على عديد المواقع والمناطق في لبنان؟ يعني بعدما قرأنا الفردانية والجمعية إسرائيل التي تحكم الحكومة دعنا نقرأ قرار الحرب. قرار الحرب أولا وأخيرا كان بالإمكان الولايات المتحدة أن تمنع وقوع الحرب والعدوان على لبنان تماما، كما كان بإمكانها أن تمنعه من الشعب الفلسطيني، وتستطيع كذلك أن تمنع العدوان القادم على سوريا والذي نراه يعني مسألة وقت ليس أكثر. إذا قادم الأيام أو قادم الساعات يحمل مزيدا من التصعيد الإسرائيلي، مزيدا من الوحشية في العدوان على اعتبار بأنه حرب أمريكية وأن العدوان الأمريكي هو جزء من العدوان على الشعبين اللبناني والفلسطيني. الدكتور أحمد شديد الخبير في الشأن الصهيوني، شكرا جزيلا لك، معنا من الخليل. أشكرك كذلك الدكتور عمر صيغة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من الجزائر عبر سكايب. وأشكرك كذلك البشير الجويني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من تونس. وكان معنا أيضا نبيل المقدم المحلل السياسي من بيروت خلال هذه التغطية. أشكركم أيضا مشاهدينا على المتابعة. إلى اللقاء.